المتسابق محسن محمد بن محمد الزغير. السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حسبك. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت، صوت جميل صداح ما شاء الله. ما شاء الله، تلاوة طيبة ما شاء الله، متزنة مرتلة. نعم. ما شاء الله. نعم.